رولي جنس. في رولي جنس نكملوا مع الكفاءات النسائيه التونسيه اللي برزت في كل المجالات، واليوم نعمل لو بورتري نتاع اون فام ديكسيبسيون. نحكي على امينه بوزغاندا زغل اللي كانت لها مسيره جامعيه مميزه. في 1998 تحصلت على شهاده الاستاذيه في شعبه الرياضيات من جامعه باري دوفين، وكانت كلاسي 3 في ترتيب افضل الطلبه في الجامعه. الى سون ماستر وبعدها سون دكتوراه في علوم الرياضيات المطبقه في الماليه، وكملت كيف كيف تحصلت على شهاده الام بي اي. امينه زغل اللي خدمت في مجال التصرف في باريس، ومن بعد كانت لها تجربة في ميدان التدريس والبحث بين عام 2000 و2003. خدمت في جامعة باري دوفين في خطة ملحقة بالتدريس والبحث. كملت كيف كيف مسيرتها في التدريس في تونس أليا شوسي كارتاج، وزادة في الميديترينيان سكول أوف بزنس لمس بي. شركة أمينة زغل في عديد الندوات والملتقيات الدولية، ونشرت عديد المقالات العلمية خاصة حول إصلاحات التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نشط زادة في العمل الجمعي، وبعد الثورة أسست أمينة اللي هي جمعية لتعاون العائلات معزة في المناطق المحرومة، وتهتم بالتمويلات الصغرى وتنشط بشراكة مع أدفانس. أمينة بوزغاندا زغل est actuellement la directrice de l'université Tunis Dauphine. سؤال فقط صاحبي بالجملة، معنا اللي قالك ما لقاش كفاءات نسائية، سي با ان بروفيل ان سي في اللي نجم يكون في التعليم العالي والبحث العلمي مثلا؟ ما طلعتش في الابليكاسيون. لا ما زلت ولينا اون اونغي، ما راهو حاجه غريبه معناتها. بوتيتر كون لو بروبوزي وقالت لا، بوتيتر على الاقل نتمناو انه على الاقل فما شكون خمم فيها وقال شنو رايك سو سخي بيان، لكن فما حتى مؤشر يقول لي مدام بوزغاندا سالوك هذا. اي بوي معناتها حاجه كان من الطبيعي انه على الاقل نمشي ونحو هالكفاءات هذوما. تو هو الحبيب الجملي جاء في وقت من الاوقات في لحظه غش ابارامون، معناتها في النتيجه طلعت لحظه غش وقت اللي خرج وقال باش نعمل حكومه كفاءات مستقله بعيده عن الاحزاب. وقت اللي صار التصريح هذاك كنت تفكروا استفايلنا خير، قلنا سي بيان انه على فيها شجاعه، قلنا شجاعه وقلنا راو او موان باش يكونوا فما كفاءات في المسؤوليات اللي فاتت.